الو ايرين خانم، سليمان، في موضوع كتير مهم يا خانم ولازم تيجي بسرعه. شو الموضوع سهيل؟ شو صار له؟ ما فيني احكي على التليفون، عم قلك تعي بسرعه لو سمحتي. الو كريم، انا ايلين، ممكن تبعت لي تاكسي بسرعه؟ ماشي. دير بالك. طيب، يلا بخاطرك، مع السلامة. طيب سليمان. طيب سهيل بيك، تأخرتي إيلين خانم مع الأسف. اللي على شو تأخرت سليمان؟ مراد بيك حكى مع سهيل بيك، قال له إذا سافر على إنجلترا من غير ما يرجع وقتها بس يمكن يقدر يسامحه، وإذا نفذ طلبه وسافر رح ينسى كل اللي صار، وسهيل بيك هلا بيكون بطريقه على المطار. على المطار؟ رايح على إنجلترا؟ وما عاد بده يرجع؟ سليمان بسرعة جيب لي مفاتيح سيارتي. جهزت لك ياهن.
بهالبساطة بدك تروح وتتخلى عني؟ مضطر اني سافر. يعني رح نقعد نحكي كلمتين تتحرك عواطفنا، بس انت اكيد رح تسافر، قرار نهائي مو هيك؟ ايه هيك. منيح. شو بدك؟ وينو هاد؟ بعرف انك دائما بتحطه هون. على شو عم تدوري؟ هاتي من ايدك المسدس. ايلين رح راجع، لا تخاف كثير، بس لحتى الغي تذكره الطياره. ايلين خذ مسدسك وهلأ بما أنه التذكرة هيك التغت صار فينا نحكي بكل رياحة. أنا ما عندي شي أقوله، خلاص كل شي انتهى. سهيل شو اللي انتهى؟ فهمني شو صار. خلاص بقى انتهى كل شي. لا يا أستاذ، لسه ما سمعت شو بدي يلا. أنا ماني حابب اسمعه لأنه ما بيهمني. ايه أنا مو على كيفك. مجنونة؟ بعدي هيك كنت رح أدعسك. شو ما بدك قول عني بس من هون ما رح أتحرك. بعدي بدك تسمعني. قولي شو بدك تحكي؟ آه يلا أحكي عم بسمعك. مراد قال لك سافر وحضرتك نفذت. كان لازم أستأذن. طبعا لازم تستأذن. أنت استأذنتي لما تركت البيت، قلت لك لا تروحي بس ما سمعتي كلمتي. وقتها كان لازم روح وتركك. وهلا كمان لازم روح من هون. ليش ما عم تقدر تفهم إنه مراد بده يبعدك ولأنه هو عم يتعذب بده إياك تتعذب مثله؟ انت حتى لو رحت على انجلترا او لاي مكان بهالدنيا، لو طلعت على القمر شو رح يتغير؟ هو بده ياكي لاله. هو متاكد اني ما رح اكون له، وعم يتصرف مثل الحيوان المتوحش المجروح من دون ما يفكر. انا اللي كنت السبب بعذابه. لا، سبب عذابه انه هو بيعرف اني مستحيل ارجع له لو شو ما صار، واني كمان ما رح اكون لحدا غيرك. عذابه انا السبب فيه. مراد مريض، والحب هو نوع من أنواع المرض، ونحن اثنين عم نعاني من هذا المرض. مو لازم نعرف نداويه؟ آه؟ نحن شو منفرق عن مراد؟ عايش وحيد وعم يعاني ومو طالع بيده أي شيء. مراد بده ياكي ترجعي لعنده وتعيشي معه. مستحيل، وهالشي ما رح يصير أبداً. والحب يلي بيناتكم واللي بيناتنا شو بتسميه سهيل؟ عشق. أنا غلطت لما رجعت من إنجلترا، وإذا هلأ سافرت مراد رح يصير عنده أمل إنك ترجعي له. أنا ومراد قررنا إنه رح نتطلق. رح تتطلقوا؟ يعني قررتي لحالك هذا الشيء؟ لا، مو لحالي، اثنيناتنا اتخذنا هذا القرار. هلأ مراد موافق يطلقك؟ موافق. ما عم بقدر صدق، مراد ما رح يتخلى عنك بسهولة أبداً. طمن، الدعوة خلص رفعت. طيب مراد كيف اقتنع بهالفكرة هي؟ شو قلتي له؟ لأني قلت له أنا ما بحبك وبحب سهيل كتير ولهيك أنا بدي اتطلق منك، وإذا اعترضت وما قبلت اتطلق وصرت تعذبني رح أحكي الحقيقة للمحكمة ومن أول جلسة بتطلق.
شو هالحقيقة اللي بدك تحكيها بالمحكمة؟ ها أنا ومراد ما كنا رجال ومرته بالمعنى الحقيقي للزواج.